والخبر الرئيس لوفد الكونغرس لا تفرقوا بين الإرهابيين. استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لوفد من مجلس النواب الأمريكي كان محط اهتمام معظم الصحافة المصرية. الوفد كان برئاسة النائب الجمهوري دانا روباخر رئيس اللجنة الفرعية لشؤون أوروبا، وهو أيضا مؤسس مجموعة أصدقاء مصر بمجلس النواب. اللقاء حضروا وزير الخارجية المصري سامح شكري، والرئيس أشار في هذا اللقاء لضرورة عدم التفرقة بين التنظيمات الإرهابية واتباع منهج موحد إزاء هذه التنظيمات. أيضا أشار لضرورة تعزيز الجهود الدولية لوقف التمويل الخاص بهذه التنظيمات ومدها بالسلاح والمقاتلين، فضلا عن التصدي لاستخدام هذه التنظيمات لعدد من المواقع الإلكترونية وتحديدا بعض وسائل الاتصال الحديثة لكي يتم الترويج لمنهجها الإجرامي.